استضفنا الاستاذه نهاده بالقمصان وشجعت الناس وحطينا نمره التليفون في مكالمات كتيره قوي، حمله النواعم للترشح في البرلمان، وفي مكالمات جديده كتيره جات لهم واستفسارات كتيره. تعالوا نشوف عملوا ايه ونرجع تاني. في الحقيقة بعد المبادرة المهمة اللي أطلقها برنامج نواعم وبس، تلقينا تليفونات كتيرة جدا من سيدات بتسأل طب أنا مطلوب مني إيه؟ جوه غرفة العمليات الحقيقة لما المركز بيستقبل أي مكالمة من أي سيدة حابة إنها تشارك كمرشحة، فالحقيقة بناخد البيانات كاملة، الاسم والتليفون المؤهل، بنسألها إذا كانت هي ليها انتماء حزبي ولا لأ، هي ساكنة فين، المنطقة بتاعتها أو الدايرة، كمان بنسأل كل دي من خلال استمارة إحنا بنملاها معاها، استمارة استبيان، بنتعرف على الشخصية من خلال التليفون مبدئيا. بناء على الأسئلة دي كلها نقدر نحدد معاها ايه احتياجاتها تحديدا التدريبيه، وبالتالي الناس جزء من نزولها هي حمايه مستقبلها وحمايه صوتها. فاول حاجه الستات تنزل كناخبه. الحاجه الثانيه ان احنا محتاجين اعداد كبيره من السيدات المصريات كمرشحه. مهم قوي ان احنا نشارك على مستويين، على مستوى الناخبات يعني الستات تطلع وما تحبطش وما تقولش احنا قلنا لا في الدستور وما حدش سمعنا، احنا عملنا كذا في البرلمان. مهم قوي احنا 24 مليون صوت، وبالتالي نقدر نرسم مستقبل مصر كلها لو نزلنا وأصرينا على أننا نحط صوتنا في الصندوق وأصرينا على أن الانتخابات تبقى شفافة ونزيهة. تصدقوا او لا تصدقوا ان احنا علشان نهدم المرأة ده بيكلف الدولة 70 مليار في السنة، اللي هو ان احنا ما نعلمهاش ما نفهمهاش، نخليها كاو صغرنا في البيت او أباجورة ممكن المعدل للناس كرسي. 70 مليار بيضيعوا في السنة علشان نهدم ونحطم المرأة بدل ما تبقى حاجة مفيدة. طبعا احنا سعداء جدا بالتقرير اللي حصل والمجهود اللي حصل، الحمد لله انه احنا استجابة ساهمنا ولو بحاجة بسيطة حاجة صغيرة، لكن ارجوكم احنا لسه باب الترشيح مفتوح. انا شخصيا كلمت كل اصحابي كل الناس المهتمين، وعلى فكرة ملهاش علاقة عندها شهادة ايه او خريج ايه ولا حاجة، زي ام احمد اللي احنا ام علي اللي احنا استضفناها قبل كده. طب والله دي لازم ترشح نفسها. دي لازم ترشح نفسها طبعا، ده اكيد جدا. دي انا ابقى مامنه على نفسي وانا عارفه ان هي بتتكلم عني وصوتها صوتي بجد. عندك حق، كلنا